وعندنا ديسكوتيك تحت. ما في اخوه بكل الشام يا استاذ، واذا حبيت في كل مره تحت بتفك مشنوق. فك ايش؟ بتفك مشنوق. عندنا روسيات، اوكرانيات، بيلاروسيات، من جميع الجنسيات. هو ابو القاسم قال لك ايه عندي بالضبط؟ احنا جايين هنا ليله وراجعين على مصر على طول. اسف، انا اسف، ما بعرف، لازم الواحد يكون عربي قومي. شيلك من الديسكو، بعتذر منك. اما عندي مطعم هون عربي اصيل اسمه الف ليله وليله، في كل رقاصه يا استاذ بتفك مشنوق هي عم ترقص. فكك انت بقى من المواضيع دي كلها، احنا هنقعد في الاوض نستنى ابو القاسم، ما حدش هيروح هنا ولا هنا، احنا لا بتوع رقص ولا بتوع ديسكوهات، ها؟ احنا يا دوب يعني نجرب بيضات الغنم دي. على راحتك استاذ، هذا السويت تبعك وهي غرف الشباب، الدور كله لكم من بابه، ما في حدا غريب، تفضل شوف. سير يا تفضل، تفضل نجيب بك، يا ميت اهلا وسهلا. ليش تعزي حالك؟ انا بحط لك شنطتي عندي بالمستودع، انا ما عندي مانع. انت ناوي تبات معانا هنا؟ اسف استاذ، بس ابو القاسم. خلاص يا ريمون، خلاص ابو القاسم، ابو القاسم كرهتني في ابو القاسم. انا اسف استاذ، اذا بدك شيء رن صغير على الريسبشن وبتلاقيني قدامك هون، وهي مفتاح غرف الشباب. خاطركم. شوف ياض، انت غوى، احنا قاعدين هنا ليلة وراجعين على مصر بكرة، مش عايز مشاكل، محدش يروح لا هنا ولا هنا، كل واحد يقعد في اوضته قافل عليه بابه، اللي عايز ياكل يكلم الروم سيرفيس يبعتله الاكل لغاية عنده. طب نغير هدومنا يا باشا، ده احنا مش طايقين الهدوم اللي علينا، كنا عاوزين كده ننزل نشتري كام غيار على كام طقم ترويشة كده. والله يا باشا انا شايف ان انت كمان لازم تنزل معانا، يعني قعدتك لوحدك هنا في الاوضه الكبيره دي هيجيب لك اكتئاب. بعدين يا باشا كفايه اللي احنا شفناه الايام اللي فاتت. يعني انتوا عايزين تنزلوا تروشوا، ومين اللي هيقعد جنب الفلوس؟ نخليها نبطشيات ناجبيه، يعني واحد ينزل والتاني يقعد وبعدين يرجع مكانه خلاص. انت عايزه تروش انت كمان يا نضال؟ لا بس اصل انا عاوز اعمل شعري، اتقصف طول الرحله دي، وبعدين مش هينفع انزل مصر وانا مبهدله كده. وانت يا ابراهيم مش عايز تتكيس ولا تتدلك؟ انا شفت عينك لمعت كده وريمون بيتكلم في الموضوع ده. والله يا باشا انت ظالمني، انا لا بتاع تكيس ولا تدليك. شوفوا بقى، محدش يروح اي حته لما اعرف هو فين. عندكم ساعه جوله حر. ايه في حاجه؟ لا مؤاخذه يا كبير، يعني اصل الحاله متشطفه جامد يعني. عايزين فلوس. عايزين كام؟ 50 يا باشا. يلا 50 دولار لكل واحد. لا يلا 50 دولار ايه؟ 50,000 دولار. 50,000 دولار ليه؟ يعني نشتري غيارين على طقمين بيضات غنم. هتاكلوا بيضات غنم ب 50,000 دولار؟ بلاش يا ابني، الدناوة والعين الفارغة اللي أنت فيها دي. أنا بقول يا باشا نخليهم 40,000 دولار وكل واحد فينا يتصرف. اسمع يا ابني أنت، هو أنا مش عايز الفلوس الكتير اللي معاكوا دي تهبلكوا. إحنا تعبنا جدا في الفلوس دي. الله يفتح عليك يا ناجي باشا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. الله يفتح عليك يا شيخ حسن. 25,000 دولار يا باشا ياخدهم كل واحد مننا، وهي الجليلة في يد المؤمن بتكثر بإذن الله. الله يخرب بيتك يا شيخ حسن.
نرجع مصر بالسلامة إن شاء الله، ناوي تسيبنا تاني؟ تسأل السؤال ده ليه؟ أنت نازل مصر مليونير، عايز مني إيه تاني؟ يا باشا أنا كنت ضايع، وما كانش عندي أمل في أي حاجة. بصراحة يا باشا من ساعة ما لقيتك، وأنا حاسس إني أقدر أعمل المعجزات يا باشا. ما تسيبنيش تاني يا باشا، خليني جنبك، خلي الفلوس معاك يا باشا، وشغلني معاك. مين؟ تحت جيبك أنا ريمون. ايوه ريمون. انا اسف ما بحب ازعجك، بس اتصل ابو القاسم وبسلم عليك وحاب يشوفك، ويا ريت تكون جاهز بعد ربع ساعه باللوبي، راح يبعث لك السائق. طيب اتكل على الله انت، انزل وانا حستنى تحت. استنى انت بتبص على ايه؟ لا لا انا ما عم بص على شيء. لا انت كنت بتبص على الشنطه. اسمع بقول لك، احنا عندنا الشنط في مصر حرمه زي الستات بالظبط، يعني اللي يبص لشنطه غيره اكنه بيعاكس مرات غيره بالظبط. انا اسف لا تؤاخذني. السلام عليكم. مع السلامه.